تحياتي. الذهب وماذا نرى للذهب الذي ما زال للبيع وليس للشراء؟ وأعتقد شراء الذهب في المستويات الحالية ليس أفضل قرار، ما زلنا تحت ضغط مستويات 2385، ولو كسرناه واستقرنا في منها بقوة ساعتها ممكن نغير نظرتنا للذهب، ولكن أنا عندي إمبوز ويف مكتملة، هاخد تصحيح على شكل A B C وآخد ضلع آخر وانزل اقرب من منطقة الطلب الرئيسية اللي ما بين مستويات ال 2263 لحد مستويات ال 2200 لو تعمقت جراحة التصحيح بتاع الذهب. ولكن حتى الآن الذهب ليس للشراء وغير صالح للشراء، وأعتقد إن أي صعود هو صعود تصحيحي لتكملة الاتجاه الهابط، وآخد ضلع موازي للضلع اللي نزل بيها تقريبا من مستويات ال 2450. طيب لو احنا بصينا احنا ممكن نصحح، اول ضلع ممكن يروح بينا لحد مستويات ال 2365، والتصحيح بتاعنا لو تعنا فهو قوي ممكن يروح لحد مستويات ال 2400، واعتقد دي هتكون فرصه ممتازه جدا جدا لبيع الذهب مع الالتزام بالوقف اللي عند مستويات ال 2450، وهيكون اول هدف بالنسبه لنا كسر مستويات ال 2300، والهدف الثاني هيكون 2263. الذهب غير جيد للشراء من المستويات الحاليه، ننتظر ايه؟ ننتظر ان الذهب يصعد يقرب من مستويات ال 61 فيبو، وبعد كده نستهدف ضلع اخر يكون موازي للضلع الاول. يعني بمعنى صح لو انا عندي الضلع ده تمام استهدف ايه؟ استهدف مرة تانية صعود الذهب لحد مستويات 61 فيبو، وبعد كده اخد ضلع موازي هلاقي بنفسي بروح لحد مستويات ال 2260. فلو خدت قرار ببيع الذهب هيكون الستوب بتاعي 2450، وهكون ملتزم وأكون ملتزم بكسر مستويات 2300 أول هدف، والهدف الثاني يكون 2260. وبالتوفيق.